يروى أن رجل من بني إسرائيل عبد الله 20 سنة، 20 سنة هو في طاعة وعبادة، ثم عصى الله 20 سنة أخرى، وفي يوم من الأيام نظر في المرآة وإذا الشيء في لحيته، قال يا ربي أطعتك 20 سنة وعصيتك 20 سنة، فإن رجعت أتقبلني؟ فسمع منادي ينادي: أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. لا تقول ذنوبي كثيرة، فالله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، الله أرحم بنا من أمهاتنا. ألم تسمع قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنط من رحمة الله، الله ينادينا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الله ينادينا بهذا الحديث القدسي العظيم. اسمع وتأمل هذا الحديث، والله لو تأملنا في هذا الحديث نعلم أن الله رحيم سبحانه وتعالى. يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، وابن آدم يعصيه، يا ابن آدم، ابن آدم يفعل الزنا، يا ابن آدم ينام على الصلوات، يا ابن آدم يسمع أغاني، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، ولا أبالي، ولا أبالي. فالله لا يبالي بالذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة.